لا بشرفك يا مال ادعم السيارة. ايش راح يخلصني من لسان ابوي؟ انا كم مرة قايل لك لا تطلع من السيارة بدون علمي؟ اسد يلا مو كل اصدقائي يطلعون بسيارات اهلهم، شنو وحداني؟ ومن برا دور اصدقائك التعبانين؟ شباب كاتلها الضيم، من اللي صاع السيارة هسه؟ ايوا اساس صاعد جي كلاس، هي اكس انت مطرقعة. احترم نفسك لك، هاي بتعب جايبة مو مال باقي. لو بيك زوت سويت براسنا خير، مو ماكلنا الفقر. لا تطول لسانك ولا من قدامي، حتى لو اموت سيارتي بعد ما تسعدها. اصلا بس تموت ثانية يوم ابيعها. ابوي مات. اصلا بس تموت ثاني يوم ابيعها. مرحبا، هذه القصة حدثت فعلا لشخص اني اعرفه، صديقي قبل سنين تعارك ويا ابوه والاب قال له بعصبية، قال له يوم الاموت يلا بعد تصعد السيارة، والابن رد عليه وقال له يوم تموت اصلا ثاني يوم راح ابيعها. ذيك الليلة الاب ارتفع ضغطه وتوفى. الغريب بالموضوع انه صاحبي لحد هذا اليوم، القصة صار لحوالي 10 سنين، يعاني من تأنيب الضمير انه والده توفى وهو زعلان عليه. لكن الاغرب انه لحد هذه اللحظة لا دا يقدر يبيع السيارة ولا حتى يركبها. ديروا بالكم على الناس اللي تحبوهم، لان ممكن هذه اخر ليلة لكم معه. اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض. ديروا بالكم عليهم، احبكم.